صلى على محمد وآل محمد وارحمنا بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا ما كان يعني في هذا البرنامج، لكن أتشرف بأن أشارك ولو بكلمة قصيرة في حق هذا المناظر الكبير. في الواقع يعجز اللسان في الواقع عن وصف نضالات ومواقف وجهادات هذا الرجل. في البداية نحن نفتخر كل الفخر بهذه المدرسة الحقوقية التي أسسها هؤلاء الأبطال المناضلين على مر هذه السنين في البحرين، ونفتخر بشبابنا المضحي وعلى رأسهم الشهداء وعوائل الشهداء الذين رفعوا رؤوسنا في الواقع بمواقفهم وبصبرهم وصمودهم وحضورهم في الساحات. لم ينثنوا، لم يتراجعوا، لم يجلسوا في المنازل. ما يلفت نظري في الواقع في شخصية هذا الرجل الأخ نبيل رجب الذي رفع رؤوسنا في الواقع على مستوى الداخل والخارج، بأنه كان رجل شجاع في الكلمة وفي الموقف، شجاع. والشجاعة في كلمة وفي موقف تحتاج إلى شخصية صلبة، شخصية قديرة، شخصية واثقة من أن حراكها وكلماتها تسير في المسار الصحيح. فكان في الواقع ألمس فيه في كل ما أسمعه، كل ما أسمع وكل ما أراه متواجد في فعالية، أرى فيه هذا الإصرار، هذه القوة، هذه الثقة التي أوصلتنا إلى هذا المستوى من التقدم ومن الثبات والصمود. أعتقد بأن أي حراك، أي ثورة في العالم لا يتواجد فيها مثل هؤلاء تضعف وتموت، تحتاج إلى قوة، إلى إرادة، إلى صمود، بصمود رموزها وصمود قادتها وصمود طاقاتها ونخبها. ففعلا نحن إذا كان، ولذلك نحن نفتقد هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المناضل، لأن وجوده بيننا هو رافعة، هو حماسة، هو عطاء، هو معنويات. ما أحد ينكر هذا أبدا، لا أحد ينكر هذا المعنى. وجوده بيننا دفع إلى هذه الثورة وعنصر إيجابي في لملمة والوحدة ولملمة القوى السياسية، وهذه النقطة الثانية أشير إليها. كان عنصر إيجابي بامتياز في لملمة وفي شمل القوى، كان يدعم كل القوى السياسية بكل توجهاتها، بكل أسقفها، بكل شعاراتها، كان هو يدعمها. وإن كانت عند نظرة ربما مخالفة إلى البعض ويقولها بشجاعة، ولكن يدفع ويتقدم ويشارك مع الجميع ولا يتأخر. نحتاج إلى أرواح، إلى نفوس، إلى عقول، إلى نخب، إلى طاقات كهذه الطاقات التي فعلا إذا انتشرت بيننا نصل إن شاء الله إلى النصر بأسرع ما يمكن. أنا ما أريد أطول عليكم، أنتم واقفين، أسأل الله له الفرج وسامحوني على هذه الكلمة المقتضى، وهذه قليلة في حقه في الواقع. وأسأل الله له الفرج ولجميع الرموز والشباب ونسائنا، والرحمة إلى شهدائنا الأبرار، ولكم الشكر على هذه الوقفة التضامنية مع هذا الرجل. ونتمنى أن تكون هناك وقفات مع المناضلين والرموز في أمام منازلهم وفي ساحاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Audio Jungle.